انتي مستنيه حد؟ لا. مين اللي ممكن يجيلك دلوقتي؟ معرفش. انتي رايحه فين؟ اشوف مين. ده امجد. نهار اسود امجد. انا شايف النور جوه. زعلانه مني قوليلي بس ما تعاملينيش كده. ولا حاجة، هو شوية هزق ويمشي. غير لما تفتحيلي ده اتجنن. مفيش باب في الجنينة يطلعني على برا؟ لا. افتحي يا ابو شاينة. بص اطلع انت فوق وانا افتح له اتكلم معاه ومشي. لا 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 اوعي تعملي كده. امال هنعمل ايه؟ هو مش هيمشي. اطلع فوق يا عليك يا بوسي. عرفت ليه بقى انا ما كنتش برد على مكالماتك ولا عايز افتح لك؟ بسبب اللي انت بتعمله ده. سامحيني يا بوسي. انا اسف. انا كنت متاكده ان انت عمرك ما هتتغير يا امجد. لا والله يا بوسي انا اتغيرت. لا. يا بوسي. يا بوسي اديني فرصه بس اثبت لك ان انا اتغيرت. اتغيرت ايه بس؟ ده انت رجعت اوحش من الاول.